تركيا رفضت الانسحاب من سوريا تحت أي ظرف؟ تقارير إعلامية تتحدث عن اجتماعات بين أنقرة والنظام في اللاذقية، وزعمت أنها تهدف لمواجهة المتطرفين التكفيريين في سوريا. ميليشيا حسينيون التابعة لإيران تنشط في أذربيجان. جولة جديدة من ما تبقى، حياكم الله. قالت صحيفة الشرق الأوسط إن الاتصالات الأمنية والسياسية السرية والعلنية اتسعت في الأيام الأخيرة بين الأتراك والنظام السوري لاختبار أفق جديد للتطبيع. سوف تستمر الأخبار والتسريبات من هنا ومن هناك. أولاً قبل الأخبار والتسريبات، أنا أمس دهمني الوقت في نهاية الحلقة ولم أستطع أن أشكر كل من سأل عني في غيابي الأسبوع الماضي. يا أهل ما تبقى، أنا شاكر وممتن جداً لكم. هذا ما تبقى، لولاكم لم يكن شيئاً كان نسياً منسي هذا البرنامج. أنتم من صنعتموه ويقوموا، عليكم وبكم فلكم الشكر، وهذا الشكر الذي لا ينقطع حتى يرث الله الأرض ومن عليها، لكنه كان عارضا مستقبلا، عارضا صحيا، ومر بحمد الله. ولا أراكم الله مكروها في أنفسكم وفي من تحبوه. هذا تنويه كان لابد منه، وكان لابد منه بالأمس، لكن الوقت كالعادة دهمني ولم أستطع. بالعودة إلى كلام الشرق الأوسط، هذا كلام الأستاذ إبراهيم حميدي. تتناقل الساحة الصحفية كثير من الروايات، الحقيقة بعضها صحيح واضح جدا، وبعضها ربما يأتي في سبيل التخرصات والتوقعات. الكلام، هناك اجتماعات، لا شك اجتماعات أمنية بين الأتراك والنظام السوري، الأتراك أعلنوا هذا الأمر. هناك قالوا هناك اجتماعات فنية، اجتماعات مخابراتية برعاية روسية، وهذه الاجتماعات قديمة، يعني ليست اجتماعات جديدة. اللافت هو النقطة التالية، أن الأتراك يقولون من نقطة من أول السطر: نحن لن ننسحب من سوريا. هكذا ينقل الأستاذ إبراهيم حميدي، هكذا تنقل الشرق الأوسط. الأتراك قالوا للنظام وللروس: نحن لن ننسحب من سوريا، لن ننسحب، ولن ننسحب بالمطلق. بالعادة لن ننسحب حتى يتم تطبيق القرار 2254، لا، المرة هذه لن ننسحب بالمطلق أيا يكن.
لكن هذه الجملة لن ننسحب، هذه ترد على سيل الشائعات التي انتشرت مؤخراً والتي نهبت البلاد والعباد، أن والله الأتراك سوف ينسحبون من شمال سوريا وسوف يعود النظام إلى المعابر، وكل يأتي بمصادره على كتفيه يتأبط مصادره ويبوح لنا بمصادره، ويعني رحمكم من هذا البوح. قال لك ممن؟ من مصادري. أين هذه المصادر؟ لا يسأل الصحفي عن مصادرها. آمنا، تفضل شرف، هاتي لنا بمصادر أخرى. الآن قد يقول قال يعني أنت لماذا تكذب هذا الذي يقول بأن الأتراك سوف ينسحبون وتصدق مثلا الأستاذ إبراهيم حميدي؟ البعض يرى أن الواقع هو سيد المشهد في هذا الأمر. لا يمكن تركيا بعد كل ما ضحت وكل ما قدمت أن تنسحب هكذا بالمجان كرمال عيون بشار الأسد. يعني ما الذي سوف تستفيده تركيا؟ ليس موقفا أخلاقيا من تركيا. الأتراك هم أسياد البراغماتية، وهذا مطلوب في السياسة. يعني الدول تبنى براغماتيا، لا دول تبنى على المبادئ والأخلاق. حتى الدولة الراشدة كان فيها شيء من السياسة، كان فيها شيء من السياسة، وهذا مباح باستثناء عمر طبعا، ولا أحد مثل عمر، لا شك لا أحد مثل عمر، ولا أحد أيضا يعني لا أحد يشبه الدولة التركية للدولة الراشدة. لا طبعا، شتان ما بين اليزيدين بالندى. هذه الدولة التركية دولة من العالم الحديث، دولة براغماتية. يعني عادي جدا أن تقول كيت وتخرج في اليوم التالي لتقول كيت آخر، وما بين كيت وكيت السوريون ينتظرون. لكن هذه نقطة الانسحاب من شمال سوريا ليست في مصلحة الأتراك، لذلك لن يفعلوها. هكذا المنطق يحكي، إن فعلها الأتراك فهم لو فليسوا أهلا لأن يكونوا دولة قوية، وهم دولة قوية. فليفترض الآن أصحاب المصادر الذين صدعوا رؤوسنا خلال الأسابيع الماضية، صدع البعض رؤوسنا الحقيقة بهذه قصة المصادر. حنانيكم يا قوم، حنانيكم، ارعوا قليلا من هذه قصة المصادر. ليس منطقيا أن تريد والله أن تنظر وأن تجلس في برجك العاجي وتتهم الآخرين، كل الآخرين بالخيانة، وحدك أنت، يعني وحدك أنت النبي المنزل، وحدك أنت وأنت ومصادرك الذين تعرفون ما لا يعرفه الناس، أنت والذين معك، أنت ومصادرك. هل يمكن أن تروحون على الأقل خلال الأشهر القادمة حتى تأتي هذه الانتخابات، ومن ثم يقضي الله أمرا كان مفعولا؟ هل هناك يعني هذا الطلب ودي لأصحاب المصادر ولصحفيي المصادر، أريحونا أراحكم، والله ليس معقولا ما قمتم به خلال الفترة الماضية. الآن الكلام عن المعابر، هل يتم فتح المعابر؟ الطريق الدولي هذا M4 وM5، بالله عليكم يا قوم، هل كان أحد يعلم هذا M4 والM5؟ ما كان أحد يعلم. يعني هل كان أحد يسمع بتل رفعت؟ هل كان أحد يسمع مثلا بمنغ؟ وهذا ليس تصغيرا من هذه المناطق، لكن هذه مناطق صغيرة في سوريا، يعني الكوكب كله يسمع الآن بالM4 والM5. الآن هناك معركة على الM4 والM5، ما هذا الروس يريدون تنازل من الأتراك. طيب أنتم لا تريدون الانسحاب من شمال سوريا، صدقنا وآمنا. طيب يريدون شيء الروس، والنظام يريد شيء، يعني النظام يريد شيء يبيعه لأنصاره، أخذه من الأتراك. طيب افتحوا لنا المعابر يا جماعة. أيضا هذه فتح المعابر والطرقات الدولية الM4 والM5 يستفيد منها النظام، لأن هذه إن فتحت يعني أن التجارة سوف تعود من تركيا إلى الخليج العربي إلى الأردن عن طريق عن طريق سوريا. يعني هذا يساهم نوعا ما بأن يسد رمق النظام، بأن يقيت صلبه. النظام ليس معه شيء سوى أموال الكبتاغون، وأموال الكبتاغون هذه يصرفها على نفسه. لكن يعني عودة الشاحنات والطرق الدولية هذه يعني يتأمل بها النظام خيرا. وهذا الكلام قديم ليس كلاما جديدا. الآن والله قال سوف تفتح المعابر، أو هناك لأنه جماعة المصادر عادوا ليقولوا ماذا؟ قال والله الأتراك أخبروا الجماعة في الفيلق الثاني والثالث أنه جهزون أنفسكم، سوف نفتح المعابر. طيب من أين أتيتم بهذا الكلام؟ وهذا كلام قديم ليس كلاما جديدا، يعني الحديث عن المعابر، لكن هل سوف يتم الآن؟ طيب إذا فعلها الأتراك، هو ما المقابل إذا فعلها الأتراك؟ سواء يعني أجبروا جماعة الفيلق الثاني والفيلق الثالث أو هيئة تحرير الشام، إذا فعلها الأتراك فرضا جدلا،
طيب ما المقابل؟ ما الذي سوف يقدمه النظام في مقابل هذا الأمر للأتراك؟ يعني الأتراك قوم مصلحيون يريدون شيئا بشيء. ما هو الشيء؟ غير معروف. مصادر، أبو المصادر، يا أبا المصادر أراحنا الله منك ومن مصادرك. هذه مسألة الطرقات، يعني هذه أقل وطأة وأخف، وأخف بكثير طبعا، ليست لا تقارن بهذه مسألة أنه انسحاب الجيش التركي من شمال سوريا. لكن هذه حتى هذه عليها إشكاليات، لأن فتح الطرقات وفتح المعابر هذا الأمر يعني إعادة الحركة للنظام. طيب ما رأي واشنطن في الموضوع؟ لا يجب إغفال واشنطن عن أي تفصيل في سوريا، حتى لو كانت واشنطن لا تطيق ذكر اسم سوريا، وواشنطن الحقيقة لا تطيق ذكر اسم هذا البلد. صدع رؤوسها من أيام أوباما، قال أوباما قال ذات يوم لجلسائه في البيت الأبيض لا تذكروا لي اسم سوريا، حتى لو كانت واشنطن تكره هذا الاسم، واشنطن لا تريد التدخل، لكن لا يمكن أن يتم حل في سوريا إلا بإرادتها، وواشنطن الآن تعود إلى سوريا. ثم عاد وزير الخارجية التركي من واشنطن، الزيارة المرتقبة والمعول عليها. طيب ما هي نتائج الزيارة؟ أيضا هنا يتخرص المتخرصون، غير واضحة. خرج مولود جاوشوغلو وأنتوني بلينكن ليقول والله هي القرار 2254. طيب جيد، على أرض الواقع لم يظهر شيء حتى اللحظة، نحن بانتظار أن يظهر شيء على أرض الواقع. يتخرص المتخرصون في هذه القصة على مبدأ فشلت الزيارة، لا نجحت الزيارة، تم الاتفاق، لا لم يتم الاتفاق، تم الاتفاق جزئيا، تم الاتفاق كليا، هذه كلها من الغيبيات، هذا كله رجم بالغيب، غيبيات. الواقع هو من سيكشف، لكن بانتظار ذلك لا يمكن للأتراك أن يقدموا على أي خطوة يمكن أن تزعج واشنطن إذا لم تكن واشنطن راضية. إذا لم تكن واشنطن راضية عن فتح المعابر والطرقات لن تفتح أنقرة، إلا إذا كانت واشنطن راضية، وهذا أمر آخر، وهذا الأمر غير واضح حتى اللحظة. بالتالي حتى هذه مسألة فتح المعابر فيها نظر، وربما تتأخر. من ثم الأكراد في دمشق، ذهب الأكراد لعند النظام، الأكراد يريدون تعطيل، أو البيكيكي عفوا، القسد يعني، وفد من قسد ليس الأكراد، يريدون قطع الطريق على الأتراك بين الأتراك والنظام، والنظام يستقبلهم، يريد ابتزاز الأتراك، وهكذا وهكذا تمشي الأمور في سوريا. ذهب الأتراك إلى الأميركان، لا نعلم ما الذي سوف يحدث. أتى الإيرانيين إلى الأتراك كي ينبهوهم، ثم الروس يتصلون بالأتراك، والأتراك يتصلون بالروس، كل هذه الاتصالات من أجل شمال سوريا، من أجل الإنفور والإنفايب، من أجل طريق، طريق أسفلت لكنه أكبر من طريق. هو هذا الطريق ماذا رأيه؟ هل سأله أحد؟ فاروق جويدة يقول لك سألت الطريق، سألت الطريق يعني عن حاله، سألت الطريق لماذا تعبت، فقال بحزن من السائرين. فعلا هذا طريق الانفور، لا ندري من سوف يسير عليه الآن. الآن كان قبل فترة يسير عليه الأتراك والروس دوريات مشتركة، الآن ما لا نعلم هذا الانفور من سوف يسير عليه، هذا الـ M5 من سوف يسير عليه في قادمات الأيام؟ لا نعلم. سألوه لهذا الـ M4 لماذا، يعني لماذا تعبت، فقال بحزن من السائرين، من السائرين، ضجيج الـ ضجيج الـ ضجيج الحيارة، أنين السكارة. لو قال الطريق لقال هذا الكلام، زحام الدموع، دموع الراحلين. هذا وضع طريق الـ M4 والـ M5. إلى أين سوف تصل الأمور؟ لا أحد يعلم، ونحن السوريين بالانتظار الحقيقة، نحن بالانتظار، لكن نحن وصلنا إلى النهاية هكذا البعض يرى. وزير الخارجية التركي عندما ذهب إلى واشنطن هو ذهب ليقول الجملة التالية، نحن يا قوم وصلنا إلى آخر المشوار. طبعا ليس في الثلاث أو أربع شهور ما قبل الانتخابات، بعد ما بعد الانتخابات، أنه يجب أن تكون الأمور واضحة، ويجب أن يصبح هناك حل أو ملامح حل. واشنطن بيدها الأمر، واشنطن حتى اللحظة تضيق الخناق على النظام، لا حل إلا برضا واشنطن، لكن الحل النهائي ما زال في جيب الأمريكان، والكل ينتظر ماذا تريده واشنطن. نحن السوريين عالقين بين ما تريده أنقرة، وما تريده واشنطن، وما تريده طهران، وما تريده موسكو، وما تريده تل أبيب، وما تريده أبو ظبي، وما تريده الرياض، وما تريده عمان، وهكذا وهكذا كل هذه العواصم.
كل هذه العواصم على الرحب والسعة في سوريا ونحن عالقون، نحن تائهون تيها بني إسرائيل. يعني هؤلاء بني إسرائيل تاهوا لأنهم رفضوا الذهاب إلى فلسطين، قالوا أن فيها قوما جبارين، بقايا قوم عاد، تاهوا 40 سنة في سيناء. نحن لماذا نتيه؟ نحن ما قلنا لأي نبي اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. أقعدنا نعم، لكن بعد أن استنزفنا للحد الأقصى. لها حكمة عند ربك، هكذا البعض يرى، ويبدو أن الأمور وصلت فعلا إلى مشارفها. وحتى هذا تي هنا بالمعنى السلبي طبعا، حتى هذا تي هنا يبدو أنه يعني قد وصل إلى نهايته، لأنه يجب على هذه المنطقة أن تخطو خطوة إلى الأمام. هذا الأمر ضد المنطق، ضد كل الشرائع المنطقية ليس السماوية. وهذا التيه لعله يكون قريبا. وإسرائيل تهو 40 سنة، نحن يعني 12 سنة. هو نحن منذ 1970 في تيه، لكن هذا من بعد 2011، يعني تيه عظيم حقيقة الذي حدث. فلانة من تيهها، قال لك فلانة من تيهها كالغص في حلقي كالغصة، فلانة من تيهها في حلقي كالغصة، لا وجه إن أقبلت ولا ردف إن ولتي. هذا هو الحال في بعض الأحيان معنا نحن السوريين، لا وجه إن أقبلت ولا ردف إن ولتي. قالت مصادر إعلامية إسرائيلية أن إيران حاولت إنشاء ميليشيا شيعية في أذربيجان. هذه الميليشيا تطلق على نفسها اسم المقاومة الإسلامية الأذرية حسينيون. حسينيون، بشراكم يا قوم، هل أتاكم حديث حسينيون؟ هذه قديمة ليست جديدة، يعني منذ 3 أو 4 سنوات حسينيون في أذربيجان. مؤسسها توحيد بغلي، له علاقة بقاسم سليماني، من تفريعات فيلق القدس ومن بركات حج قاسم سليماني قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى. حسينيون في أذربيجان، أذربيجان شيعة اصلا، القسم الشمالي من ايران، اقليم اذربيجان الذي ينتمي الان الى دوله ايران، هم شيعه اذر. لكن هناك تحولات، يعني خاصه بعد التقارب التركي الاذري بعد الحرب الاذريه الارمنيه، يقال كثير من الكلام حول البيئة الشيعية الأذرية داخل دولة أذربيجان. وحتى أصلا الشيعة الأذر في إيران الآن موقفهم قوي في الثورة الإيرانية، واحتجاجاتهم قوية، ويتردد على ألسنتهم كثير من المطالب التي تدعو إلى الانفصال، والحرس الثوري الإيراني خائف من هذه القصة.
ترتعد فرائصه من مسألة أن يطالب الأذر الشيعة الأذر بالانفصال. خامنئي هو شيعي أذري. خامنئي لماذا هذه حسينيون؟ هناك مشكلة طبعاً، هناك مشكلة الآن بين الإيرانيين والأذريين. الإيرانيون مصفون مع أرمينيا والأذريون مصفون مع تركيا، وإيران تريد أن تبعد تركيا عن عمقها الطبيعي وعن القوقاز، وإيران تريد أن تكون متدخلة في جنوب القوقاز. هي المشكلة الكبيرة في إقليم نختشيفيان، أولا أن أكون ذكرته بشكل صحيح. هذا الإقليم هذا الذي فجر المخاوف الإيرانية. هذا الإقليم أراضي أذرية، الأتراك الآن يريدون وصله مع أذربيجان ومع تركيا، هو وبالتالي يصبح أرضا أذرية ليس أرضا أرمنية، فهذا يفصل إيران عن أرمينيا. إيران عينها على جورجيا، على موانئ جورجيا. إيران هذه إيران لأنها دولة، يعني هؤلاء الفرس استراتيجيون الحقيقة، برغم الكره هم يكرهون ونحن نكره على كرههم، يعني لن نحن لسنا مثاليين لهذه الدرجة، لأن جماعة المثاليين والمثاليات الآن يعني صوتهم عالي. لا، هم يكرهوننا، يعني أحد ما يكرهك، ما الذي سوف تفعله؟ تكرهه، وهذا أضعف الإيمان. هؤلاء الإيرانيون يخشون على طرقهم باتجاه ميليشياتهم في العراق، في سوريا، في لبنان، السنواريين في غزة، في اليمن، لأنهم يمدونهم باتجاه الغرب. قال لك ممكن أن يتعطل، وفعلا هو هذا يتعطل، يعني الصهاينة يضربونهم، يضربون هذه الممرات باتجاه العراق وباتجاه سوريا. عين الإيرانيين على أرمينيا وأذربيجان من أجل الوصول إلى جورجيا، من أجل استخدام موانئ جورجيا للتهريب إلى موانئ بيروت. استراتيجيون لديهم هدف ويريدون تحقيقه. لا بل إن التفجير الأخير هذا في ميناء مرفأ بيروت، التفجير الشهير قبل سنتين، النترات الأمونيوم التي انفجرت، السفينة هذه التي انفجرت أو التي أتت بالنترات الأمونيوم، سفينة سوروس، هي أتت من موانئ جورجيا، وهو البضاعة لحزب الله وللنظام السوري. فإيران تمد ميليشياتها عن طريق البر، عراق، سوريا، عن طريق الجو، دمشق، مطارات سوريا، عن طريق البحر كذلك، يعني تمدهم قناة السويس، مضيق هرمز للحوثيين، بحر العرب. طيب أغلقت هذه، اذهبوا إلى جورجيا، موانئ جورجيا. يا إلهي، هؤلاء يريدون أن يصبحوا إمبراطورية. لكن هل أمريكا لا تعرف كل هذا الكلام؟ يعني هل يعقل؟ هل أمريكا لا، يعني هل هذا الأمر بعيد عن أعين واشنطن؟ واشنطن تريد أن تتمدد إيران، بغض النظر أن واشنطن تريد أم لا تريد، وبعيد عن كلام نظرية المؤامرة، لكن الرغبة الإيرانية، كل هذا من أجل إيران أن تتمدد. كل حلمها أن تبتلع العراق وسوريا، كل حلمها أن تبتلع العرب. إيه ما مشكلتكم مع العرب المسلمين؟ هذا هو كل الهدف الإيراني في النهاية، أن تبتلع العراق وسوريا ولبنان واليمن ودول الخليج العربي، تبتلع هؤلاء العرب بدينهم بثرواتهم، تمحوهم وربما وتهدم كعبتهم. هذا هو بالنهاية، هذا هو حلمها إيران، هذا هو مربط الفرس النهائي. الآن قال لك حسينيون في أذربيجان وفيها شيعة أذربيجان، فسهل التجنيد، سهل يعني، لكن مع الفارق، الأذريون وإلهام علييف قوي، والدولة الأذرية تلقت معونات قوية من الدولة التركية، كذلك الأذريون لهم علاقة قوية مع الإسرائيليين. فاللعب في هذه الساحة الأمنية قد يكون صعب، وصعب جدا. هذه ليست أشبه دول كالعراق وسوريا واليمن ولبنان تتفلت فيها هذه السوائب الإيرانية، صعب العمل. لكن هذا هو هدفها. الإيرانيون لا يسكتون، لا يسكتون. إذا يعني استمر هذا التعاون التركي الأذري وربما التركي الأرمني أيضا، فهذا يهدد الإيرانيين. تختنق إيران من كل جوانبها، هي تشعر بالاختناق، تشعر كالأفعى، تشعر بالاختناق والخطر يتهددها من كل الجوانب.
حسينيون في أذربيجان، زينب هذا للحسين نسبة للحسين، زينب زينبيون في باكستان نسبة إلى زينب، فاطميون في أفغانستان نسبة إلى فاطمة. يعني اسم من اسماء ابو الفضل العباس وهكذا وهكذا من اسماء اهل البيت، حسينيون للحسين سيد شباب اهل الجنه الحسين رضي الله عن الحسين، صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حلبوا هذه القصه حلبا، هل احد هناك بعد هناك احد على سطح الارض يعتقد او يصدق انها لا يعتقد او لا يصدق او لا يعرف ان هؤلاء الايرانيين يستخدمون قضيه اهل البيت؟ هل بعد هناك على أحد على الأرض يعني ينخدع بهؤلاء حسينيون في أذربيجان؟ عرفت الحسين مذ كان وطفلا على أسواره أحتمي، وعرفت الحسين مذ كان وعرفت الحسين مذ كنت طفلا رضاعا إلى الآن لم أفطمي. هذا الحسين منا ونحن منه الحسين. وعلى هذه السيرة، على سيرة الحسين، يعني هناك بعض الأصوات التي تدعي العلم والتعالم تحاول أن تتنقص كثيراً من معاوية على هذه السيرة، أو من يزيد بن معاوية، معاوية رضي الله عنه طبعاً، معاوية خالنا، خال المؤمنين. لكن كثيراً من الأصوات التي تحاول التنقص من معاوية تعليقاً على على هذه الفتنة الكبرى، يعني تلك أمة قد خلت، لكن مما يجمع عليه الأهل العلم أن الحسين أخطأ بخروجه للكوفة وللبصرة، أخطأ ونصحه عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وكبار التابعين في المدينة أن لا تخرج لهؤلاء. وأصلا معاوية أخذ البيعة ليزيد قبل أن يتوفى رحمة الله عليه بثلاث أو أربع سنوات. كل العالم الإسلامي أقر معاوية على البيعة باستثناء ثلاثة، الحسين وعبد الرحمن ابن أبي بكر وعبد الله بن الزبير، والبقية كلهم وافقوا وأقروا. عبد الله بن عباس قال ما رأيت رجلا أخلق للملك من معاوية، والكلام في معاوية يطول الحقيقة. على سيرة الحسين، فالبعض يتنقص يعني، ونحن ندعوكم إلى قراءة المراجع الصحيحة للتاريخ عن سيرة هؤلاء الرجال بما فيهم يزيد ابن معاوية، يقال كذب كثير على هذا الرجل. تهامة تبقى غدا بإذن الله 9 مساء توقيت دمشق، مع تبقى تسلم الله.